فالنهارده انت لعبت الماتشين الاخرانيين بتشكيلات بتشكيلتي مش مناسبه يعني. يعني عمر جابر يلعب باك ليفت ومحمد شحاته باك رايت، ما ينفعش. يعني انا اعتقد انا بقول يا كابتن ان جوميز بيعمل مفاجآت في الماتشات اللي زي دي، يعني انا ما اقدرش احكم برضو لاني ماتش الاهلي في الدوري لا فاجئنا في المباراه دي وقدر وقتها ان هو يفوز على الاهلي. بصي كل مباراه قلنا وليها دايما ظروفها. احنا لعبنا الماتشات اللي فاتت بلعيبه بمراكز غير مراكزها وحصل دفوهات بعض الشيء اخطاء، فاحنا مش عيب ان احنا نتعلم من اخطائنا، واذا ما كانش لينا اخطاء مش هنبقى كويسين، مش هنتحسن. فلازم نتكلم على اخطائنا قبل ما نتكلم على ايجابياتنا. حسنا. ليه؟ لان انا النهارده اقلل اخطائي هكسب، لكن هنيجي نغطي على بعض لا ما ينفعش. احنا كان عندنا في خلل دفاعي شويه. فانت النهارده لما يرجع النهارده محمد حمدي يجي لاعب ما لعبش مع الزمالك قبل كده وما لحقش، لكن عارف لعيبه نادي الاهلي، ورجع عمر جابر مكانه، يبقى انا النهارده ظبطت النواحي الدفاعيه بشكل الدفاعيه بتاعتي. حطيت محمد شحاته ودونجا اتنين نص ملعب. بقى عندي فرصه ان انا النادي الاهلي ما يستحوذش على الحته دي، لان النادي الاهلي عنده حته مهمه جدا ان هو بيستحوذ على نص الملعب في اوقات معينه، وده اللي بيحصل فيها خلل دفاعي. فاحنا عندنا اتنين كويسين جدا، فاكيد هيقابلوا الحته دي. طبعا هم وهم يعني مروان عطيه عندهم واحمد توفيق اكرم توفيق، هتيجي تبص تلاقي ايه عبد الله السعيد واقف لهم قدام. فطبعا هيبقى قلق عليهم، وهم اكيد عارفين ان عبد الله السعيد لعيب مميز جدا وبيعرف يجيب اجوان في الحاجات دي، فطبعا هخف الضغط على نص الملعب بتاعي. طب توقعاتك ايه اخيرا يا كابتن؟ توقعات ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله لو الراجل لعب الشوط الاولاني بالشكل اللي هو اتكلمت عليه كده، وهتحط زيزو ومعاه وكل اللاعب في مكانه في مركزه بالظبط كده اهو، واقدر استخدم اللعيبه الجديده الشوط الثاني بشكل مميز. افتكر ان احنا هنكسب ان شاء الله يعني 1-0 باذن الله.